أهلا بكم. انسحاب من إعادة انتشار وتموضع بين العبارتين مساحة شك وغموض تخيم على الوجود الأمريكي في سوريا. فبعد إعلان بدء سحب آليات عسكرية من الشمال السوري باتجاه العراق، أكد مسؤول أمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية عدم سحب أي جندي أمريكي من سوريا، ما يزيد من الأسئلة عن توقيت الانسحاب الأمريكي الذي شككت فيه روسيا وعن حجمه. ذاك الانسحاب الذي امتعضت تركيا من تأخره ويتوجس منه الأكراد، بينما يبدو الأمريكيون أنفسهم منقسمين بشأنه بين تعهد صريح من ترامب بسحب القوات وتلكؤ من البنتاغون في تنفيذ أمر الانسحاب هذا. فمتى يكتمل هذا الانسحاب الموعود، وهل بات ورقة مساومة سياسية في يد واشنطن؟ بومبيو بالأمس من أرض الكنانة يطلق ساعة الصفر لتنفيذ قرار رئيسه بعد ساعات من خطبة بدت خارطة طريق أمريكية لمنطقة الشرق الأوسط. رمال وموت، هكذا هي سوريا بالنسبة لترامب، وقد روج لقراره. يشرع الأمريكيون بسحب قوة عسكرية قوامها 1000 جندي من منطقة لا ناقة لهم فيها أو جمل، إلى حيث مسارات الطاقة، جل ما يشغل البال اليوم وغدا. ينسحبون أرضا باتجاه مواقع استراتيجية مع إيران، لكنهم باقون على أهد محاربة تنظيم الدولة والتطرف الإسلامي كما قال بومبيو بالأمس. سيناصبون إيران العداء بضغط إقليمي ودولي وبعديد قوات جاثمة على مقربة منهم، حيث العراق ومنطقة الخليج. ليلا يتركون ساحة صراع على مشارف ختام عامه الثامن، وليلا تعبئ أنقرة مزيدا من قواتها إلى حيث منبج وشرق الفرات. خطط يعد لها الأتراك لضرب بؤار الإرهاب كما يصفون قوات الحماية الكردية. فالأمن القومي التركي كما يقولون غير قابل للتفاوض. يصاعد الأتراك من نبرتهم العسكرية وبحضور وزير دفاع ببزة مدنية، فأمام هؤلاء مهمة على الأبواب. أمامنا منبج وشرق الفرات، أعددنا الخطط وتحضيراتنا تتواصل، وسيتم دفن الإرهابيين شرقي الفرات في الحفر التي حفروها في المكان والزمان المناسبين مثل ما جرى خلال العمليات السابقة. لكن منبج باتت منذ حين تحت سطوة العسكر الروسي الذي يجوب شوارعها وما بقي من آثار المدينة بعد حرب. برغم الواقع على الأرض، ما تزال الشكوك تراود الروس منيات حقيقية للانسحاب الأمريكي كدأبهم في سجالات الحرب الباردة وتقاسم النفوذ في الجهات الأربع، وكذلك بحديث التشكيك والبعد السياسي. يقول قائل إن الانسحاب تكتيك أمريكي لرسم حالة من الفوضى في مسار أستنا بين تركيا وروسيا وإيران، شكوك لن تتضح إلا في القادم من الأيام وربما الأشهر. ينضم إلينا من اسطنبول سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول. أيضا معنا من موسكو أندري ستيبانوف المحلل السياسي، ومن واشنطن ينضم إلينا ريتشارد وايتس مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون. أهلا بكم. أبدأ معك سيد وايتس، يعني أريد أن أسألك عن هذه التناقضات التي نسمعها، تصريحات من المتحدث باسم قوات التحالف وأيضا من مسؤول في البنتاغون. هل فعلا بدأ هذا الانسحاب بصرف النظر عما إذا كان بعض الآليات أم فعلا يعني تموضع قوات أمريكية؟ نعم، أنا أتفق معكم بوجود غموض عندما حول موعد وماهية الانسحاب الأمريكي من سوريا ومتى سينتهي. ولسوء الحظ هذا الغموض طبع السياسة حول سوريا في السنوات الأخيرة، ولكن بحسب المعلومات المتوفرة فرأينا سحب معدات اليوم. التوقيت غريب، الرسالة التي قدمها وزير الخارجية بومبيو ومستشار أمن القومي بولتون كانت متضاربة.
تقول سيد وايتس بأن التوقيت غريب، هل فقط لأنه أتى بعد يعني ختام جولة بومبيو وأيضا بعد زيارة بوتين إلى تركيا، مع أيضا ما حملته هذه التصريحات من معاني تتضارب مع إعلان ترامب نفسه؟ That's why it appears strange to me. هذا يفسر الغرابة بالنسبة لي. فهمي للموضوع، قبل شهر تقريبا الرئيس ترامب خلال اتصال هاتفي مع أردوغان قرر إجراء انسحاب سريع من سوريا، وكان هناك مفاجأة أو شعور بالمفاجأة في واشنطن ودول أخرى ومستشاري الرئيس أيضا. ومنذ ذلك الحين بدأ الرئيس ترامب بالنزول عن الشجرة. قبل أيام قيل بأن الوجود الأمريكي في سوريا سيكون ما دام هناك حاجة له، والآن بما أن الانسحاب قد بدأ فهناك تعارض مع هذه الرسالة. لسوء الحظ لا يوجد دليل حول موعد انتهاء هذا الغموض. أريد أن أتحول إلى سيد ستيبانوف في موسكو. يعني اليوم الكلام عن الخارجية الروسية طبعا يعني لا زال هو الموقف الذي كان قبل أيام، بأنه لا تعتقد أنه فعلا الأمريكيين سينسحبون من سوريا، ولكن كان هناك نوعا ما كلام عن أنه لا يوجد معطيات ميدانية تؤكد فعلا أن هذا الانسحاب يحصل الآن، يعني كما أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي. ما هي فعليا الصورة لدى موسكو؟ أظن أن رد الفعل الأول من موسكو بخصوص مبادرة رئيس ترامب الهادف إلى سحب القوات الأمريكية من سوريا كان ترحيب يعني. ولكن يعني تراود موسكو شكوك العميقة بخصوص مصداقية يعني ويعني أحقية هذه الخطوة. وطبعا أظن أن لا مفر من المماطلة في سحب القوات الأمريكية، ولكن من التداعيات المحتملة لهذا القرار، يعني هذا القرار في الواقع تدفع فصائل الأكراد وخاصة واي بي جي إلى أحضان دمشق، وهذا أمر طبيعي وموسكو ترحب بذلك. أما يعني التناقضات الداخلية في الإدارة الأمريكية هي طبعا تعرقل الرؤية الواضحة لمستقبل الوجود الأمريكي في سوريا. وأنا سميت هناك الإلحاح على إبقاء على القاعدة الأمريكية في التنف في يعني مفترق الطرق يعني بين العراق وأردن وسوريا يعني. أما يعني الضجيج ومن مكونات هذا الضجيج التهديدات التركية ويعني مراوغات الأمريكية، أظن أن تركيا لن تتجرأ على خوض المعركة شاسعة وواسعة النطاق ضد الأكراد. ممكن بعد الضربات على مواقع المتقدمة لواي بي جي بالقرب من الحدود التركية، ولكن بكل صراحة عندي بعض الشكوك في الروح المعنوي للجيش التركي، لأن هناك تجري عملية التدهير للعناصر الموالية لفتح الله جولين، وكثير من الضباط والقيادات المتوسطة والعولة في الجيش السوري أبعدت واعتقلت وطبعا هذا ما يؤثر في الروح المعنوية للجيش التركي يعني. وطبعا علينا الاعتراف بأن الأكراد خصم يعني قوي،
طيب وهم ولكن برأيك سأتحدث أكثر عن استعدادات الجيش التركي وحتى القرار الحرب. سيد ستيفانوف سأتحدث يعني أكثر عن استعدادات الجيش التركي وحتى القرار السياسي لدى أنقرة في هذا الصدد، ولكن برأيك ما يجري الآن من هذا التحريك لبعض الآليات أو حتى تضارب التصريحات، هل هو اختبار تجريب يعني لكيف ستكون فعلا المواقف لا سيما موقف موسكو من هذا التحرك؟ كما قلت موسكو ترحب بإجلاء القوات الأمريكية ترحب، ولكن هل لو قرر على الأراضي السورية غير شرعي ترحب، ولكن هل لو قرر يعني الجيش التركي فعلا الخوض في معركة شرق الفرات، ما هو موقف موسكو حينها؟ هل ستقف موقف المتفرج؟ هل سيكون هذا أيضا بناء على تنسيق مع موسكو وليس فقط تنسيق مع أمريكا؟ لا، هناك الحقيقة البديهية وهي متماثلة في التعاون الوثيق بين أنقرة وموسكو، وأظن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا التعاون والتفاهم يعني. وأظن أن في ظل التهديدات التركية ومراوغة الأمريكية هناك تجري المفاوضات هامة جدا بين الأقراط ودمشق، وحسب الخطط المطروحة على بساط البحث يعني هناك الخطة لإدغال القوات السورية النظامية إلى الشريط الحدودي يعني عرضه بين 15 و20 كيلومتر، ويعني سحب القوات الكردية إلى داخل الحسكة ودير الزور، ويعني تركيزهم على مواجهة فلول الداعش وتحت إشراف وبالمراقبة للشرطة العسكرية الروسية والضمانات الروسية بعدم أي اعتداء والقيام بالأعمال التخريبية والإرهابية من طرف الأقراط ضد تركيا والحدود التركية والقوات التركية. وهذه الخطة يعني سمير صالحة تنفيذه يسير على قدم وساق أظن. نعم أستاذ سمير صالحة، يعني غادر بولتون على خلاف وتوتر لناحية تنسيق هذا الانسحاب وتداعياته مع الجانب التركي، هل هناك بحث الآن بين أنقرة وموسكو على تنسيق هذا التحرك الذي يبدو أن هناك استعدادات عسكرية تركية للخوض بغمار شرق الفرات؟ نعم، مساء الخير للجميع. أولا طبعا هذا ما يقال، يقال أنه رغم أنه زيارة بولتون لم تكن ناجحة كثيرا في أنقرة، أنه ما زال في اتصال بين الطرفين بين واشنطن وأنقرة، والأسبوع المقبل احتمال أن يكون هناك اجتماع تنسيق عسكري رفيع المستوى هذه المرة. لكن أنا أرى أنه موضوع سحب الجنود ليس هو مطلب تركي بالأساس، يعني أنقرة لم تطالب يوما بانسحاب القوات الأمريكية من شرق الفرات. الذي ركزت عليه أنقرة هو أن تتخلى واشنطن عن دعم وحدات حماية الشعب، أن تسترد السلاح المقدم إليها، أن تتراجع عن أي مشروع يذهب بمنحى انفصالي تفتيتي في سوريا. هذه النقاط الأساسية التي ركزت عليها أنقرة. لذلك موضوع سحب القوات مسألة تعني واشنطن. ما الذي تفعله واشنطن باختصار؟ لأن تريد أن تساوم حول هذه النقطة، تريد أن تحول مسألة الانسحاب إلى مسمار جحا في الحكاية. هذه عقدة أساسية الآن لا تعني تركيا وحدها، تعني تركيا، تعني الروس، تعني الداخل السوري. لذلك إذا ما استمرت واشنطن بهذا المنحى بهذا الشكل فسنرى خارطة تحالفات جديدة عاجلا أم أجل على الأرض. هل تقوم واشنطن بهذا الانسحاب من سوريا فعليا تلبية للتنسيق مع موسكو، لأن موسكو تريد إنجاز حل سياسي، وربما يكون أحد شروط هذا الحل السياسي الذي يعني قال المسؤولون الروسي يريدونه بأي ثمن هو تحقيق الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية؟ نعم، يعني الانسحاب القوات الأمريكية هو مطلب روسي بالدرجة الأساسية، لكن لن تعطي واشنطن وموسكو نفسها مثل هذه الهدية بشكل مجاني. أنا لا أستبعد أن يكون هناك حتى الآن في تفاهمات
أمريكية روسية حول موضوع الانسحاب. لماذا؟ لأنه موضوع الانسحاب مرتبط بأكثر من مادة كما تعرفين، من سيملأ هذا الفراغ ومصير وحدات حماية الشعب، النظام هل سيتقدم باتجاه هذه المناطق أم لا. في تباعد حقيقي أيضا بين واشنطن وموسكو حول هذه النقاط، يعني بقدر ما في تباعد تركي أمريكي هناك أيضا تباعد أمريكي روسي. لذلك أظن أنه هذه المناورة الأمريكية بهذا الشكل سترتد بشكل أو بآخر على هذه السياسة. سيكون هناك في الأيام المقبلة تنسيق تركي روسي أوسع احتمال كبير. نقطة ثانية، شرط واشنطن في موضوع إيران أيضا قد يتراجع بنظر الأتراك، يعني في تنسيق تركي إيراني أيضا في روسيا، وهذا ما سيقلق واشنطن أكثر فأكثر. سيد وايتس، كيف يمكن يعني لترامب أن يقوم أو يدفع أكثر بتنفيذ الانسحاب من سوريا من دون أن ينظم الأولويات فيما يتعلق يعني كما ذكر أستاذ صالحة من يملأ هذا الفراغ، يعني في ظل وجود القوات الإيرانية بحديث عن أن أيضا هناك تفاهمات كردية مع النظام السوري، يعني كيف هي هذه الخطة؟ من يلملمها فعليا لترامب؟ هذا أمر معقد في عدة محطات خلال السنوات الأخيرة. المسؤولون الأمريكيون حددوا 5 أو 6 أهداف يريدون تحقيقها في سوريا، كان من ضمنها هزيمة الإرهاب. هدف آخر كان يتمثل في الحد من الوجود الإيراني، وأيضا منع استعمال أسلحة الدمار الشامل، وهدف آخر هو حماية إسرائيل، وهدف آخر مشكوك فيه هو قلب نظام الأسد. كان هناك أشخاص مختلفين يقولون ويشرحون هذه الأهداف، وفي بعض المحطات وفي المرحلة التي نحن فيها الآن لم يتم إنجاز أي من هذه الأهداف بشكل كامل، ولم يتم إزالتها، لكن هناك تركيز على محاربة الإرهاب والحد من النفوذ الإيراني والحفاظ على بعض العلاقة مع الأكراد. ولكن كما أشرت، إذا انسحبت القوات الأمريكية فإن هذا سيسحب أقوى ورقة لواشنطن في سوريا. بدون قوات أمريكية على الأرض لن يكون في مستطاع واشنطن أن تفعل الكثير للرد على أي هجوم كيميائي أو كبح جماح النفوذ الإيراني. عندما ننتقل أيضا إلى مسار التفاوض السياسي في سوريا، لو كان هناك قوات أمريكية في سوريا سيتعين على الروس أن يفاوضوا، ولكن إذا انسحبت واشنطن فلن يكون هناك أي ضغط على موسكو أو طهران للانسحاب من سوريا. وكما قيل أو قال الرئيس ترامب، لن تشارك واشنطن في عملية إعادة الإعمار. النفوذ الأمريكي في سوريا سيكون ضئيلا جدا. القرارات الدولية ربما يكون لها تأثير، ولكن هذا قرار فعلا مثير للجدل وغايته صعبة الوصول دون وجود قوات أمريكية في سوريا. طيب سيد وايت، إن كان هذا الانسحاب الأمريكي إذا فعلا حصل وتم، هو عمليا تموضع في قاعدتين في العراق كما تقول، معطيات مختلفة، هل يعني الأجواء في العراق جاهزة لتقبل عودة قوات أمريكية إلى قاعدتين في الأنبار؟ هل أمن بومبيو هذه الأجواء في زيارته الأخيرة؟ الأمر ليس واضحا. كما تعرفون الدستور العراقي
ينص على أن البرلمان العراقي هو من يقرر إذا سمح لقوات أجنبية بالبقاء في البلد ولأي مدة. الرئيس ترامب زار العراق قبل أسابيع وقال إن القوات الأمريكية باقية هناك، ولكنه لم يستشر البرلمان العراقي. وأعتقد أن وزير الخارجية بومبيو يحاول الاجتماع مع القادة العراقيين لتأسيس أرضية ورغبة لناحية بقاء القوات الأمريكية في العراق لفترة معينة، ولكن إذا ما كان ذلك سيحصل بالفعل نحن لا نعرف موقف البرلمان العراقي. وأعتقد أن تحقيق هذه الغاية مرتبط بمسائل أخرى، ولذلك من الممكن في حال زيادة الوجود العسكري الأمريكي في العراق أن يساعد ذلك على تحقيق بعض أهداف لناحية مكافحة الإرهاب. نعم. لكن قد لا يعني ذلك أن يكون هناك تأثير أمريكي في شكل الحكومة المقبلة، لذا الأمر ليس محسوما، ولا نعرف إذا كان سيسمح للقوات الأمريكية بالوجود في العراق. سيد ستيفانوف، يعني فعليا برأيك ما هي نصيحة موسكو لأنقرة لناحية التعامل مع القوات الكردية، خصوصا أن يعني من كلام تشاوشوغلو اليوم أن هناك مخاوف في حال انسحاب القوات الأمريكية من القوى العسكرية التي ستكون لدى القوات الكردية، لأنه لا يعتقد أنها ستأخذ كل معداتها معها، ولكن أيضا في ظل دفع موسكو النظام للتحاور مع الجانب الكردي، ما هي النصيحة الروسية لأنقرة؟ أصلا موسكو تدرك بصورة جيدة هموم وحواجز ومخاوف تركيا بالنسبة للأقراض، يعني هناك التفاهم الكامل، لأن موسكو ضد قطعا ضد أي أعمال الإرهاب وتخريب على أراضي تركيا، وأن منع أي توغل للعناصر المسلحة الكردية إلى أراضي تركيا. هذا موقف موسكو مبدئي. أما يعني التفاهم مع تركيا، هناك التفاهم الوثيق، وأظن أن الهدف الرئيسي للسياسة التركية في سوريا إبعاد هذه العناصر الكردية عن الحدود بأقصى المسافة يعني. وكما قلت، هناك الخطة لتمركز القوات النظامية السورية على شريط على طول الحدود التركية السورية وتحت رقابة وبضمانات الروسية، والهدف نزع السلاح الثقيل من واي بي جي، ويعني تسليم هذا السلاح إما إلى الأمريكان أو إلى الجيش السوري النظامي. وحتى هناك خطة ضم بعض الفصائل الكردية إلى الجيش السوري النظامي. وأظن أن في مقابل موسكو تتوقع يعني النشاطات من طرف تركيا في منطقة إدلب، لأن هناك الفصائل الموالية لتركيا للمعارضة انهزمت في وجه يعني الهجوم لهيئة تحرير الشام، وهناك تدهور الأحوال في إدلب، وعلى روسيا وعلى تركيا أن تحل هذه المشكلة الحادة والملحة يعني. وحتى أنا لا أستبعد إجراء العمليات العسكرية المشتركة التركية الروسية ضد الإرهابيين من هيئة تحرير الشام. وضحت. وهناك نحن نتوقع زيارة القادة العسكريين الأتراك إلى موسكو، وهناك الاتصال المستمر والدائم بين أركان الحرب الروسي والتركي، وهناك يعني في المستقبل القريب يعني المؤتمر والقمة الثلاثية التركية الإيرانية الروسية،
وأظن أن هناك وضحت هذه النقطة سيد أندري يعني نتوقع اتخاذ القرارات الهامة بهذا الخصوص. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك جزيلا أندري ستيفانوف المحلل السياسي، كنت معنا من موسكو، أيضا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول سمير صالحة، ومن واشنطن ريتشارد وايتس مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون. مشاهدينا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.